مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل خبز الحفلات، بيتقدم في الحفلات أو الوجبة الرئيسية. تعالوا نشوف المقادير. أنا هعمل عجنتين مختلفتين، واحدة بدقيق الأسمر واحدة بدقيق الأبيض. بالنسبة هعملها بدقيق الأبيض، كوبايتين دقيق أبيض اللي هو دقيق المخبوزات، هحتاج 3/4 كوباية لبن، تقريبا 187.5 ملي لتر، ومعلقة كبيرة زبدة 15 جرام، بيضة متوسطة، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة ونص سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومية عشان أدوب فيها الخميرة تقريبا ربع كوباية، وفي الآخر هرش عليها من فوق بوبي سيدز أو ممكن أستخدم بدلها الحبة السوداء. وبالنسبة للخبز الأسمر، كوبايتين دقيق أسمر اللي هو دقيق مخلوط بالردة، لو مش متوفر عندنا ممكن كوبايتين الا ربع دقيق مخبوزات وعليه ربع كوباية ردة، هي اسمها النخالة، 3/4 كوباية لبن. طبعا اللبن ممكن ما استخدمش الكمية كلها وانا بعجن، هيبان وانا بعجن العجينة. معلقة كبيرة زبدة، بيضة، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة ونص سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومية عشان ادوب فيها الخميرة تقريبا ربع كوباية، وهزوقه من فوق بالشوفان، ده الشوفان اللي هو سريع التحضير، هرشه من فوق. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. اول حاجة هعملها هجهز الخميرة، هحط معلقة ونص سكر، والمية المهم انها تكون دافية، يعني لو سقعت مننا ممكن احطها في الميكروويف 15 ثانية وبعدين ابتدي احط عليها الخميرة، ومعلقة كبيرة خميرة، احاول ادوب السكر، بعد كده اغطيها واسيبها شوية لحد ما تتضاعف حجمها. تاني خطوة اعملها ابتدي انخل الدقيق. انا هبتدي الاول بدقيق الابيض، احط عليه معلقة صغيرة ملح، وبعد كده احط عليه الزبدة، واحاول ابسها بايدي كده، يعني اخلط الزبدة كويس قوي مع الدقيق. البيض طبعا انا طلعته من التلاجة من حوالي ساعة، واللبن عشان يقبى بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي دلوقتي احط الدقيق كله في العجانة، واعمل حفرة في النص كده، واحط فيها الخميرة زي ما احنا شايفين تضاعف حجمها، والبيضة، بعد كده اشغل العجانة وابتدي اضيف اللبن بشويش خالص عشان خاطر ما يطريش العجينة قوي، يعني ممكن ما احتاجش الكمية كلها. هي كده العجينة مسكت زي ما احنا شايفين، ما بتلزقش لا في البولة ولا في ايدي، يبقى هي كده خلصت. هعجنها كمان دقيقتين بس، بعد كده هجيب بولة صغيرة كده وارش فيها شوية زيت، واحط فيها العجينة واغطيها واسيبها في مكان دافي لحد ما تتضاعف حجمها. العجينة دي خدت تقريبا نص كوباية لبن او اقل حاجة بسيطة، يعني ما خدتش كوباية لربع كله. هكرر نفس اللي عملته ده مع الدقيق الاسمر، نفس الخطوات بالظبط، بس احتمال يحتاج لبن اكتر لان الدقيق الاسمر فيه ردة فبيشرب مية اكتر. هسيبها دلوقتي تخمر وابتدي في الدقيق الاسمر. زي ما احنا شايفين العجينة تضاعف حجمها، هبتدي دلوقتي اقسمها لكور. هقسم كل عجينة 8، قبل ما احطها على البورد ارش شوية دقيق، بعد كده احاول اعملها كور على قد ما اقدر، تكون كور متساوية، واعملها بالطريقة دي، اجيب من تحت لفوق كده. اعمل نفس الحكاية مع الهول ويت اللي هو دي الاسمر، بعد كده اجيب صينية مقاسها 28 سنتي يعني 11 انش، يا اما ابطنها بورق زبدة يا اما ادهنها بمارجرين وارش عليها شوية دقيق، وابتدي ارص العجينة بالتبادل، مثلا واحدة هول ويت وواحدة ابيض. احاول اسيب مسافات صغيرة كده ما بين كل عجينة والتانية بالطريقة دي.
وغطيها دلوقتي واسيبها تخمر. زي ما احنا شايفين العجينة تضاعف حجمها، هبتدي اعمل حاجة. هجيب بياض بيضة واضربها كويس قوي، اضربها لحد ما تعمل رغاوي كده، وبفرشة ناعمة ابتدي ادهن العيش، بس ما تغطش جامد عشان ما تروحش الخميرة بتاعته، بشويش كده. وبعد كده اجيب البابي سيد وارشه على الابيض، ممكن زي ما اتفقنا الحبة السوداء. في الوقت ده انا ولعت الفرن على 400 فهرنهايت، يعني 200 درجة مئوية. اول ما يسخن احطه على طول. بعد كده اجيب الشوفان اللي هو القوت وارشه على الاسمر. اول ما الفرن يسخن احطه على طول. هيقعد تقريبا 20 دقيقة، ممكن اقل وممكن اكتر. اول ما الاقي الوش احمر اطلعه على طول، وفي نفس الوقت احطه في الرف اللي في نص الفرن، تاني رف من تحت. زي ما احنا شايفين الرغيف استوى، خد تقريبا 25 دقيقة. هستنى عليه يهدى شوية وبعد كده انقله في طبق التقديم. هحاول اقلبه الاول في اي طبق، وطبعا بيتقدم سخن. عشان اقدمه ممكن بسكينة افصل بس حاجات بسيطة كده عشان يبقى سهل ان كل واحد يسحب منه بالطريقة دي. حاولوا جربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.